تمام يا شباب، نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ نكمل مراجعة على اللي فاتت. المرة اللي فاتت يا أستاذ معاذ وقفنا لحد كام جملة؟ مستر معايا كده معاذ، معاذ ومعايا معاذ وزياد، صح؟ ومحمد، مين تاني؟ معاذ زياد ومحمد وأحمد. وأحمد محمد وأحمد تمام. المرة اللي فاتت حلينا، هو بس لو النور بقى شاطع عندي كده فاحنا هنشتغل كده من الموبايل، اعمل النور يجي ان شاء الله. طيب طيب المرة اللي فاتت يا شباب حلينا كام جملة سوا؟ حد رقم كام؟ 100 من مثل حاجة لحد مية 100. مستر تمام. طيب تعال نكمل من الأول بعد رقم 100، من أول 101، صح؟ ولا نيجي نبتدي من الجرامر؟ تعال نبتدي النهارده في الجرامر، احنا ما خدناش حاجة خالص في الجرامر، صح؟ بتدم الجرامس لا اه مخلص. نبتدي من الجرامر. اوكي، أول حاجة يا شباب بيقول لي إيه؟ بيقول لي هي سبيس فور جو إيفري داي. أول حاجة عندي كلمة every day. Every day دي يا شباب بتدل على ال present simple اللي هو المضارع البسيط، حاجة بتحصل كل يوم. اتفقنا إن إحنا خدنا المضارع البسيط قلنا بيعبر عن 3 حاجات: عادة، حقيقة، جدول، المواعيد. هو ده المضارع البسيط. طب ال keywords اللي بتدل على وجود الزمن ده إيه؟ Always, usually, often, sometimes, every, ever, never. طيب ده كله بيدل على المضارع البسيط، فأنا عندي هنا every day يعني حاجة بتعملها كل يوم. إذا ده مضارع بسيط. طب وطالما ده مضارع بسيط، طالما ده مضارع بسيط يبقى انا باخد الحاجه من الاثنين، يا اما الفعل. انتوا سامعين يا شباب؟ الو؟ فين يا مستر؟ لا، اما الفعل، لا اما الفعل بدون اضافات مصدر، لا اما الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، حسب السبجكت، حسب الفاعل. والله عندي الفاعل هنا، وين كده؟ بس عندي الفاعل هنا يا مستر هي، عندي فعل يا شباب هي. طيب الفعل هي ده مفرد ولا جمع يا مستر؟ قال لي والله ده مفرد. اذا ناخد الفيرب اللي هو متضاف له اس او اي اس او اي اي اس، تبقى الاجابه ايه يا شباب؟ مستر ليش؟ ممكن تقول لنا الدور ليه؟ بس؟ ليش يا مستر؟ هنمشي بالدور، ماشي حاضر. يبقى الاجابه بليز. ثواني بس كده. اللي بعده. ها يلا يا معاذ. They space watch TV at night. يلا نفس الكلام، هما بيشاهدوا التلفزيون بالليل. they قال don't لي هنا زي watch ده جمع، TV at night. جمع يبقى اكس اند دونت. يبقى اتفقنا يا شباب لو الفاعل جمع الفعل اللي بناخده اللي فيه اس، والفاعل مفرد الفعل يبقى سيده بدون اضافات. بسأل في الجمع بدو، بسأل في المفرد بدز، بنفي في الجمع بنفي في الجمع بدونت، بنفي في الجمع بايه؟ بدزنت. ولازم يجي بعديهم الفيرب انفينيتيف، اما نيفر بتنفي بس ما يجيش بعدها الفيرب. طيب نمبر 3، هي سبيس ارايفز ليت، يصل متاخر. طب هو نقط يصل متاخر. طب حلو قوي، احنا عايزين ننفي. طب ناخد دونت ولا دازنت ولا نيفر؟ الثلاثه بينفوا عشان افهمكم، دونت ودازنت ونيفر بينفوا. طب ينفعش ازنت يا مستر؟ ما ينفعش، طالما في فعل يبقى ما ينفعش، ده فيرب تو بي خلاص، يبقى ما ينفعش. طالما في ارايفز ده فعل ما ينفعش ازنت خالص. يبقى انا عندي 3 حاجات: دونت ودازنت ونيفر. طب الفاعل عندي هنا هي، هي ده يا محمد سينجلر مفرد صح كده؟ صح يا مستر. طيب حلو قوي، طالما هو هي ده مفرد يبقى انا باخد حاجه من الاثنين، هاخد دازنت او عندي نيفر. طيب نيفر بتيجي المفرد والجمع، طيب هنا بقى ناخد نيفر ولا ناخد دازنت؟ قال لي بص على الفعل اللي بعده، قال لي arrives ده اخره اس يعني ده مش مصدر، يبقى ما ينفعش ناخد دازنت، يبقى ناخد مين؟ نيفر. ماشي يا شباب؟ تمام كده، العلامة اللي أنا بعملها دي واضحة شوية؟ فتحة يا مستر. ماشي. اللي بعده، he is best clever، هو نقط شاطر. he gets the full mark وبيحصل على الدرجة النهائية، يبقى هو دايما شاطر. طيب اتفقنا كده يا شباب، هو عايز اقول هو دايما شاطر. طيب انا عندي بقى الكلمات الداله الكيوردز دي موقعها فين في الجمله؟ قال لي يا مستر مستر والله يا اما قبل الفعل الاساسي، هنمشي بالدوره
لإما بعد الفيرب تو بي، تاني لإما قبل الفعل الأساسي. معلش ثواني شوية كده عشان بس اللي قلتولي كده. محمد هنمشي بالدور، محمد الأول، بعد كده زياد، بعد كده معاذ، مين تاني موجود معانا؟ أحمد. أحمد معانا؟ طيب زياد ومحمد ومعاذ، الثلاثة دول كده هنمشي بالترتيب، هنمشي محمد وبعد كده زياد وبعد كده معاذ. يلا يا محمد. He is best clever, he gets the full mark، بيحصل على الدرجة النهائية. أنا عندي بقى هنا محمد بختار ده اللي بتيجي بعد الفيرب تو بي، يبقى الأول المفروض أقول always بعد كده الفيرب تو بي أو never بعد كده الفيرب تو بي. يبقى أنا عندي حاجتين يمشوا هنا، يا إما always يا إما is always، أنا آسف بيجي بعد الفيرب تو بي، is always أو is never. طب ناخد مين؟ قال لي والله بيحصل على الدرجة النهائية، يبقى هو دايما يبقى شاطر، يبقى نقولها is إيه؟ is always. تمام اللي بعده. He is best. يلا شباب ها is this يبقى is always. He is best go to the beach in the winter as it's very cold. احنا we not go to the beach in the in winter، بنروح الشاطئ في الشتاء as it's very cold، الدنيا لان الدنيا برد. يبقى احنا بنروح ولا ما بنروحش؟ ما بنروحش. يلا زياد. زياد we go to the beach in winter as it's we never. We never. اللي بعده how space do you watch TV؟ قال له twice، مرتين. يبقى طالما بيقول له مرتين يبقى بيقول له كم مرة؟ how often. excellent. اللي بعده she not does her homework. مين اللي جاوب يا مستر؟ دور محمد يا مستر. طيب يلا محمد. ماشي. always. ثواني كده محمد، خليك معايا بس ارد على حد. يلا محمد بتقول ايه؟ how not do you own how open دي صح؟ قلنا دي how open. يا مستر احنا في نمبر 7. تمام حاضر. لا بس الحاجة دي عشان يلا شباب. نمبر 7 she is face does her homework، هي بتعمل واجبها. she is very lazy، ده هي كسولة. وكمان she is punished every day، بتتعاقب كل يوم. يبقى هي يا شباب بتعمل واجبها، هي بتتعاقب، هي كسوله وبتعمل واجبها كل يوم عشان ما بتعملش واجبها، يبقى هي عمرها ما بتعمل واجبها. يبقى نو شي ايه؟ نيفر. شي نيفر. طيب يلا اللي بعده. هيز بيز جات لونج هير، هو نوت جات لونج هير. طيب هو لدي هي هاز. تمام اللي بعده. احمد عادل دخل معانا، ماشي. مين غير احمد كده؟ زي محمد وزياد ومعاذ وبعد كده احمد عادل. حد ثاني؟ حد ثاني يا شباب؟ لا مش لا هذا مستحب. هذا النمبر 9 هذا. ماشي حاضر. يلا احمد عادل. هي هذه طالما في هاف وهذه يبقى ناخد ايه؟ يبقى هاف جوت. شاطر. يلا محمد. سبيس جوت موبايل فون، محمد. ايوه ماشي. نمبر 9؟ لا 12. سبيس جوت موبايل فون. He has. بس ده question، ده سؤال، فاحنا بنخلي ان هنا الـ verb to have في الاول. طيب بنخلي الـ auxiliary verb فعل مساعدة في الاول، يبقى has he بدل he has يبقى has he، لان ده سؤال. تمام. number 13 this is an MP3 player on the desk. there زياد. There is. There is.
تمام اللي بعده. Are there books on the table? أرضي اللي ده question، ده سؤال، يبقى أرضي. تمام هتبقى هنا there is not chess in the market. There is يا مستر هو الصورة حفظ الله حاجة. اللي مش شايفينها شباب الصورة شباب. الصورة راحت. كنا في نمبر كام؟ طب كده معاكم لسه الصورة ولا مش واضحة؟ اه كده واضحة نمبر 40 صح؟ يس بس هو there برضو is لحظة ماشي. There is not عدلها. ingredient. There is a lot. there is space cheese in the market. يبقى there is ايه؟ نمبر هي 40 صح؟ محلولة there is دي خلاص. لا هي المفروض ان هي 15 بقى، لان 15 دي المفروض محلولة اصلا there is. خلاص ماشي نمبر 16. بس ثواني كده خليك معايا كده، اتعدلت الصورة. طيب اوكي تعادل 100 100. look she space in the garden she is playing. شو بعد look ام انت اسمك ايه؟ اس اي ان جي. اكسلنت اكسلنت. لوك بتدل على present continuous، حاجه انا شايفها دلوقتي، فاذا هناخد is playing. ممتاز. انت اسمك ايه؟ احمد عادل. احمد عادل. ممتاز يا احمد، ما شاء الله عليك. تمام نمبر 17، يلا يا محمد. لوكشي ان ذا جاردن. احنا في نمبر 17 يا محمد. 17 He isn't has lessons. yes he isn't space his lessons. هتبقى طالما في فيرب تو بي studies يبقى studies. ناخد، لا ابص افهم معايا، طالما في فيرب تو بي يبقى ناخد فيرب اي ان جي على طول، ده بريزنت كونتينوس. يبقى هي isn't studying. اوكي نمبر 18، what are you what are، هنا في فيرب تو بي اهو are. يلا يا معاذ. ممكن المفروض انا What What are are you you doing؟ doing؟ doing. تمام يلا يا زياد. زياد قال لا هو معزل في طب دول ماشي مش مهم عادي. يلا ها بس انت بسنت is ممكن watching the تكون film. ناو. طبعا is watching يبقى ده present continuous، حاجة بتحصل دلوقتي يبقى now. يبقى احنا اتفقنا يا شباب ان انا حاجة انا شايفها look listen now still at the moment at the present، كل ده بيدل على وجود حاجة بتحصل دلوقتي، يبقى ناخد present continuous. am is are verb plus ing. يلا اللي بعده cooking. طالما اهو في cooking، طالما في cooking يلا شباب. مستر شي ايش شي ثواني مستر كده اهو، شايفين كده كويس؟ انا معيش طبعا عشان النور قاطع عندي، فانا شغال من الموبايل. النور يجي لو احنا راجعين نشتغل من اللي كده بعد. مستر كده تمام مستر تمام هات اقول الإجابة يس is she is she. ايوه شاطر، عشان ده سؤال. اكسنت اللي بعده. أحمد عادل قلت إيه لا انا نقول they space as one last week they visited عشان هنا باست في last week. excellent. هنا past last week yesterday last ago once in the past، وأي سنة في الماضي، يبقى ناخد على طول إيه؟ ماضي بسيط. طيب حلو قوي. الماضي بسيط ده بيبقى فيرب واحد بس، يا إما منتهي بـ ED، يا إما هو فيرب regular verb شاذ لازم يكون أنا حافظه، يبقى played مثلا أو so visited أو مثلا went. أوكي طيب نمبر 22 يلا يا محمد. في حد دخل معانا جديد غير محمد زياد ومعاذ واحمد؟ لا طيب يلا يا شباب محمد. she do her homework yesterday. مستر في واحد اسمه سيد او سعيد دخل. مين؟ مستر سعيد. صاحبي اسمه سعيد. سعيد سعيد معانا دخل؟ اه انا موجود. تمام يا سعيد ماشي ماشي حبيبي. يلا يبقى احنا ماشيين بالدور، محمد زياد معاذ احمد وسعيد. يلا يا شباب نمبر 22. يلا يا سعيد. she is based do her homework yesterday. احنا هنا yesterday ده
ده فيرب بيدل على، سوري، ده كي وورد didn't. بيدل على الباست، على الماضي. طب الكي هتبقى وورد she بيدل على didn't. تبقى ايه؟ she didn't. didn't. excellent. ها محمد، they didn't، اتفقنا ان do و did و does يجي بعدها الفيرب انفينيتيف، يبقى محمد they she didn't didn't. what didn't Watch. watch. بعد كده what did he، يلا زياد، what did he face yesterday، did يجي بعد الفيرب انفينيتيف، What did he do? do. excellent. ها 25 space he ready. اه لحل السؤال ده يبقى ممتاز جدا. مين عليه، زياد ولا معاذ؟ Why? Hey, mister. معاذ، يلا معاذ. Did he ready for the exam? مستر انا عارف قول الاجابه دي. الاجابه يا مستر. اه ركز بقى كده معايا، بص فيها خدعه دي يا معاذ. مين، احمد؟ قول، قول يا احمد. بس انا مستر عارفها. تبقى هنا ووز ووز اه خلي بالك بقى هنا لما في، ليه بقى بوز؟ عشان هنا يا مستر في هنا دو في هنا فعل صفه في هنا صفه بقى اللي هي ريدي. مفيش اكسنت، طالما فيرب في ريدي مفيش يبقى هنا فيرب. ما فيش فيرب. احنا بناخد دو وداز وديد لازم يبقى في فيرب، يبقى انا عايز الفيرب تو بي. طب الفيرب تو، يا اما ووز يا اما از. طب بيقول لي لاست ويك ماضي، يبقى ايه؟ يبقى ووز. طالما مفيش فيرب يبقى ناخد فيرب تو بي يا شباب. طيب يلا اللي بعده، قول يا معاذ انت دي بقى. يو سبيس ستادي هارد تو جيت هاي ماركس. You should study hard to get high marks. اكسنت. احمد، وي سبيس ايت باد فود. لحظة we shouldn't. وي شودنت، شاطر. ها سعيد، are there space peppers؟ peppers ده فلفل، الفلفل ده بيتعد. بيبرز بيتعد. حلو. طيب انا عندي بقى ايه اللي بيجي في اني الكويشن، اني، اني شاطر، لان عندي او ان بيجوا للسنجلر. تمام اللي بعدها 29 سبيس there are any hummus. الزير is there excellent. hummus singular مفرد. there are space tomatoes، tomatoes بتتعد. طيب قال لي يا مستر بس دي جمع، ما ينفعش ولا ايه ولا ان. طب واني بنختارها في الـ question، ولما تكون الجمله نيجاتيف منفيه. طب الجمله ولا نفي ولا سؤال، يبقى ناخد مين، بعض. مين اللي عليه الدور، زياد، ايوه مس دكتور زياد؟ زرار زرار صب صم، شاطر. ها 31 معاذ، أرنت سبيس أرنت there are there any cheese. are there any cheese، ركز معايا يا معاذ تاني. are there، مستر مش ده كان دور زياد؟ زياد قلت يا زياد، ايوه مستر انا مستر كنت بحل 32، كنت بحل لا 32 لا يا مستر. خليك، طيب خليك 31. سبيس there any cheese، جبنة. ليش يا مستر كنت بحل 32؟ طيب ماشي، حل 32، يبقى is there any cheese، هل في اي جبنة؟ حل بقى 32 يلا. there space any hummus we will They buy aren't hummus. any they aren't any hummus. We'll be some. We will طب be الحمص، some. احنا قلنا الحمص لو الحمص بيتعدى ولا ما بيتعدش؟ ده سنجلر، بس بيتعد ما بيتعدش، ما احنا قلنا سنجلر صح؟ ما بيتعدش. طب يبقى ناخد ايه؟ is او isn't. طب الجملة any، يبقى there ايه؟ إذن انت يا any. مستر تمام يلا يا احمد. are are there there any، any cheese اه طالما في ار number يبقى انا 8 عاوز ايه؟ ركز معايا، ركز معايا يا ابو حميد. طالما في ار، طالما في ار يا دكتور احمد، لازم نختار الاسم يبقى بلورال، جمع، صح كده؟ صح. مش ار دي بتيجي مع الجمع. حلو. طيب قال لي تشيز دي جبنه مفرد، لسه معلمنا احنا مفرد، وحمص برضو مفرد. طيب ونيوز اخر كلمه دي معناها اخبار، بتعامل معامله المفرد. الله، يبقى نيوز دي بتاخد از، وحمص بياخد از، وتشيز بياخد از. امال مين ايه، مين الوحيده الجامعه؟ هي اللي هي دي، بيسكتس. بيسكتس، اه بيسكتس يعني ايه؟ يعني بسكوي. معايا يا احمد؟ مع حضرتك يا مستر. طيب حل 34 يلا. there is some cheese but there is space any olives. هناك يوجد بعض التشيز، جبنه، ولكن نقط اني اوليفز. اه طالما في بط يبقى الجمله نيجاتيف بعدها، صح؟
يبقى تشيز دي اسمه ايه سينجلر، هتبقى هنا isn't. طب ركز معايا، انا ضحكت عليك هنا. شيز هنا خدناها از قبلها، ولو دير از اهي، از اهي خد اهي، وتشيز اهي. لكن انا بدات جمله تانية، ولكن there are any olives. طب الاوليفز ده زيتون بيتعد، يبقى ناخد ايه؟ أرنت ارنت، عشان جمله منفيه. ليه ما اخدش ار عشان في ايه؟ اني. بعد كده يلا شباب، there are، اخر واحده كده، اخر واحده صح؟ احنا كده وقفنا لحد فين؟ رقم كام؟ اخر حد حل رقم كام؟ لحد بص واحد يا مستر، كان أحمد وكان 34. 34. ايوه صح كده، شاطر سعيد. نعم يا مستر. هو بس لو نور عندي جه هيبقى اوضح لنا جدا، وهنشتغل باحسن من كده بكتير. بس تمام، احنا برضو انتوا فاهمين كده، والدنيا متواصلين معايا برضو زي الفل. يلا سعيد ايوه مع حضرتك. اتفضل there يا هاني. aren't any in the market today، يبقى there aren't any olives olive. قلناها دي بقى. احنا في رقم 35. ايوه تمام. ها there aren't any ايه in the market. طب aren't هنا جمع، يبقى انا عايز حاجه جمع صح كده؟ ايوه olives. تمام. olives يعني زيتون، لكن الرايز والباستا والحمص قلنا دي سينجلر. طب يلا يا شباب، وي دونت، انتوا مجموعه شاطره ما شاء الله عليكم. وي دونت هاف، سعيد قلت. أيوة طيب يلا يا محمد، وي دونت هاف سبيس رايز، رز. وي نيد تو باي سام، احنا ما عندناش اي رز، احنا عايزين نشتري. طب الرز ده سنجلر صح كده، بس ما بيتعدش، ما عندناش رز كفايه. كفايه يعني ايه بقى يا محمد؟ enough. enough. يبقى we don't have enough rice. 38. 38. there are two space people on the ship. يلا يا زياد، هناك ناس ايه على السفينه؟ many. اقول ناس ايه؟ too many people، عشان الناس دي بتتعد. لكن عندي ماتش وليتل وليس، بيجوا مع الايه؟ uncountable nouns، اللي هي الاسماء التي لا تعد. 39. there is two space sugar in my tea. يلا يا معاذ، ماتش. there is sugar ما بيتعدش يا مستر، يبقى there is too much in my tea. there is 40. احمد، there is a space of ingredients. ماشي. there is a lot. لا بص بقى، هي لا اسمها a lot of، لا اما lots of. يبقى لما تقول لي lots of من غير a، لكن انا حطيت لك a هنا اهو. بص اللي انا بعلمك عليها بالازرق دي، a دي، يبقى ما ينفعش تاخد dots معاها. لا، امال ناخد مين؟ a there is a lot. lot. يبقى ركز معايا، يبقى there is a lot of، يبقى هي اللي اسمها a lot of، اللي هي lots ايه؟ اللي هي lots of. معايا كده؟ مع حضرتك. ماشي يلا شباب اللي بعد. my best friend has got، شاطر، عشان has، عشان by best friend ده singular، هناخد has. شاطر يا سعيد. محمد، space the sugar and stir again، حط السكر وقلب تاني. الوحده دي بقى انا عملتها لكم بطريقه روعه، الوحده الثالثه دي اللي بتتكلم بقى ان انت ازاي تعمل رز بلبن. لو دخلتوا على اليوتيوب عندي على القناه هتلاقوا اللايف اللي انتوا شفتها يا مستر، شفتها يا مستر. شاطر معايا، هتلاقيني بقى انا عملت زي الشيف شربيني كده، وجبت بقى السكر وجبت اللبن وجبت القرفه وجبت الزبيب مكسرات وكل حاجه، وعملت الرز بلبن قدام الطلاب، وحفظتهم كل الكلمات وهم قاعدين، وكمان فهموا الجرامر بتاع ميني وماتش وفيو وليتل والكلام ده كله. لو انتوا عايزين تفهموا الواحد الستة كويس قوي، لو عندي على القناه. بس اهم حاجه بقى، وانت على القناه الناس بتتفرج بس ما بتعملش ولا لايك ولا بتعمل كومنت، ولا اصلا بتشترك في القناه وتفعل الجرس. لا، احنا بنعمل نفعل الجرس عشان في لايفات، عشان في ناس زي ما قلتوا دلوقتي بتتفرج علينا، في حد ممكن يخش ويقول المستر بعت لي اللينك بتاع زوم، ما بعته له عادي. تمام، فالناس اللي بيتابع معايا ده اللي هو عاوزه انا هعمله له، طالما انت بتتابع يبقى ليك الحق انك تحضر معايا في اي لايف. ماشي يا شباب، يلا 42. احنا وقفنا لحد رقم كام؟ 42. مين اللي كان عليه الدور؟ سعيد قلت، محمد. ايوه محمد انا يلا جاوبت. يا، ضيف السكر وقلب تاني. اد اد زياد،
Please give me a piece of meat. كوباية لحمة ولا teaspoon معلقة ولا piece قطعة ولا glass كوباية؟ بايس A piece, piece of meat يعني قطعة لحمة. ماشي معاذ. Space come late again. ما تجيش متأخر تاني. يبقى Don't come late again. Don't. Excellent. شاطر ما شاء الله عليكم. نبدأ نشطب دور بس. ده كده 44. نيجي لي 45. يلا شباب. Throw the ball. ارمي الكورة. يلا يا أحمد. ارمي الكورة إلى نقط. Please. I'm waiting. أنا منتظر. يبقى طالما في تو حرف جر. To me. Excellent. هنا أجيب ليه ضمائر المفعول. ضمائر المفعول كنا قايلينها بأغنية. You, it, us, me, him, her, them. موجودة برضه عندي على القناة. طيب. Number 46. يلا يا سعيد. يلا أيوة. دكتور. My dad doesn't work in Egypt. He works in London. Doesn't work. Excellent. Doesn't work in Egypt. لا يعمل في مصر. He works in London. ممتاز يا سعيد. ما شاء الله عليك. يلا يا محمد. Our parents. أيوة. Are proud of. فخورين بينا. برضو اتفقنا ان في حرف جر يبقى ناخد ضمائر المفعول. وانا قلت لك بأغنية من شوية ضمائر المفعول. You, it, us, me, him, her, them. احفظها كده. You, it, us. كأن حاجة اتقصت كده. You, it, us, me, him, her, them. طبعا لو النور شغال عندي كنت مثلتها لكم بإيدي كده، بس هي انتوا اكيد حفظتوها. يلا اوف. هيجي بعدها ايه؟ Here. Us. خلاص. لان قال لك هنا وي، لان قال لي وي ورك هارد، احنا بنعمل جيدا، يبقى proud of us. 48. 48 يلا. عايزين نحل لنا بتاع 50 او 60 جمله كده. 48. I'm sorry I play football. I have got too much work. انا لازم العب كوره، ده انا عندي شغل. انا ما ينفعش. I can't. لا استطيع ان العب. اللي بعده دوك. معاذ. لوك. كيكينج. از كيكينج. شاطر. يبقى حاجه بتحصل دلوقتي. ها دكتور احمد. نعم يا مستر. امير بلايز باسكتبول افتر سكول اون تيوزداي اند وينزداي هي لحظه. بص خلي بالك في نطق معايا. تيوزداي يا احمد اسمه تيوزداي مش تيوزداي. تيوزداي. ماشي. ماشي. بيلعب يوم ايه؟ بيلعب يوم ايه؟ لحظة. 3 و4 صح كده؟ صح. طيب يبقى هو بنسبة كام في المية؟ بنسبة 50%. يومين بس هو في الأسبوع. يبقى مثلا اوفن دي غالبا 70% والويز دي 100%. يبقى هو سام تايمز أحيانا. يلا 51. At school في المدرسة you not talk to your friends at break. تتكلم مع أصدقائك. You can't. لا تستطيع. You can. تستطيع. شاطر. شاطر سعيد. It's her car. عربيتها. نقط. Often drives it. محمد. يبقى هي غالبا بتسوقها. يبقى her. لا ما انا بادئ بفعل اهو بقى. شي يا محمد. ماشي. ماشي. يلا يا زياد. 53. I'm playing chess online. انا بلعب chess online. I'm space at the moment. انا هنا at the moment يبقى بتدل على present continuous. يبقى ناخد verb ing. تبقى winning. مستر معلش المايك كان معلق. طب يلا زياده اللي بعد. She is only five. هي فقط 5 سنين. But she is speech read and write. لكن قدرت يعني بتقدر تقرا وتكتب. يبقى كان. شاطر. شهد. يلا معاذ. شهد space reads always. Okay. She reads it every day always. Okay. Salah lived in Italy for 2 years, so he speak Italian. هقول هنا so he can speak Italian. Excellent. أحمد شاطر. سعيد. There aren't any tablets. ما شاء الله عليك. Aren't. إن شاء الله عايزين بعد كده نديلكم جوائز بقى شباب. إن شاء الله في الترم التاني كده نبدأ نعمل جوائز.
My uncle spaced his car last year. Last year ده ماضي يبقى ناخد يا محمد. Both. Both. Excellent. بعد كده 59. بس ملا always spaced tennis every day. تلعب تنس كل يوم. مستر مش واضحة. حاضر. أيوة مستر بس كل شوية بتتحرك فهتلخبط ساعات. وأنا أنا بس بطلع بنزلها حاضر. معلش إحنا شغال كده بس المغير والباقة و... فإحنا مش عارفين حتى نتحرك يعني. فمعلش 58 يلا. My uncle spaced his car last year. يلا شباب 59 إحنا هنحل 60 جملة بس أهو يلا. ولا هم كلهم 66. طب يلا نحل 66 جملة دول. My sister's space ها long hair. طب هي دي singular يبقى has got. Has got. Sisters دي جمع صح؟ هنقول دي بليز خلاص. Sisters. Sisters sisters دي جمع. ايوه مستر جمع. يبقى have got. Have. طب يلا. When I went to Alexandria. يلا يا أحمد. ماشي. When I went to Alexandria, I spaced in a holiday flat. I slept. عشان هنا في بوست I went. أنت ممتاز جدا يا أحمد ما شاء الله عليك. والأكسنت بتاعتك رائعة. شاطر يا أحمد. ها. 62. Are there any bins? شاطر جدا يا سعيد ما شاء الله عليك. ها. يلا محمد. بيقول لي أحمد spaced his English book now. في now. ده حاجة بتحصل دلوقتي يبقى. أحمد إيه؟ Is reading. Is reading.